السلام عليكم. تحديث واجهات الوان يو اي 7 وتأخير في الإصدار التجريبي وأولويات جديدة لشركة سامسونج، كل هذا وأكثر أعزائي الكرام سوف تشاهدونه إن شاء الله بكل تفاصيل في هذا الفيديو. أتمنى منكم فقط دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك وتابع الفيديو حتى النهاية. إذا كنت تنتظر تحديث واجهات الوان يو اي 7 التجريبي من شركة سامسونج لهاتفك جالاكسي الخاص بك، فقد تحتاج إلى الانتظار لفترة أطول. وفقا لشائعة جديدة، فإن الإصدار التجريبي للتحديث القادم ون يو اي 7.0 لن يكون متاحا قريبا. تأجيل تحديث واجهات الوان يو اي 7 التجريبي سامسونج تركز على طرح الوان يو اي 6.11 أولا، وفقا لمنشور على منصة إكس أو تويتر سابقا بواسطة آيس يونيفرس، فإنه لا توجد خطط لإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث واجهات الوان يو اي 7 بيتا في المستقبل القريب. كما قد تتذكر الأسبوع الماضي تلقينا معلومات تفيد بأن الإصدار التجريبي من تحديث واجهات الوان يو اي 7 قد يتم إطلاقه في الأسبوع الثالث من غشت. وفقا لمصادرنا قد تكون سامسونج قد أجلت إصدار الوان يو اي 7 بيتا للتركيز على طرح تحديث الوان يو اي 6.11 على المزيد من الأجهزة. تم تقديم الوان يو اي 6.11 مع الزيفولد 6 والزيفليب 6 في حدث الأنباكد في يوليو، ومن المتوقع أن يصل هذه المرة إلى هواتف جالاكسي القابلة للطي الأقدم وأجهزة جالاكسي اللوحية وحتى بعض الهواتف الرائدة ذات التصميم التقليدي. يتوقع أن يجلب تحديث الوان يو اي 6.11 ميزات الجالاكسي اي اي بكل تأكيد، وهي ميزات جديدة إلى الهواتف الرائدة الأقدم، لكن تحديث واجهات الوان يو اي 7 سيكون الإصدار الأكبر، ويعني الإصدار الذي سوف يشهد تغييرا كبيرا خاصة إذا كانت الشائعات صحيحة. وسيغير تحديث واجهات الوان يو اي 7 العديد من عناصر واجهات المستخدم، سيجلب حركات جديدة كما ذكرت في فيديوهات سابقة، وربما قدرات موسعة من الجالاكسي اي اي بغض النظر عن موعد إطلاق النسخة التجريبية من تحديث واجهات الوان يو اي 7، ستكون متاحة في أسواق محدودة والأجهزة معينة أو لأجهزة معينة إذا صارت الأمور بشكل جيد. ستصدر النسخة المستقرة الأولى قبل نهاية العام. عموما سوف أبقيكم على اطلاع بكل شيء إن شاء الله فور معرفتنا بالمزيد. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم، وما رأيكم أعزائي الكرام؟ رأيكم يهمنا، شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.